السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في حصادنا المغاربي. ونبدأ من تونس، هناك أحيا التونسيون الذكرى السنوية الأولى لأول انتخابات حرة ونزيهة بعد الثورة وسط خلافات بين الائتلاف الحاكم والمعارضة التي قاطع نواب منها جلسة المجلس التأسيسي والتي حضرها الرؤساء الثلاثة. وتأتي الذكرى وسط تجاذبات يشهدها الشارع التونسي بين أنصار الحكومة ومعارضيها. في هذه الأثناء بدأ أعضاء المجلس التأسيسي بمناقشة مسودة الدستور الجديد. وجهان لذكرى واحدة، ذكرى مرور سنة على أول انتخابات ما بعد الثورة في تونس. أما الائتلاف الحاكم فقد احتفل بالذكرى في المجلس التأسيسي بخطب للرؤساء الثلاثة. كلمات قادته شددت على اعتبار هذا اليوم يوم عيد جسد الانتصار الشعبي على الدكتاتورية وكل من راهن على أفساد الثورة، لكن العيد لن يكتمل برأيهم إلا بالاتفاق على مواعيد الاستحقاقات الكبرى، لأن تأخيرها قد يدخل البلاد في مآزق هي في غنى عنها كما يقولون. أنبه من أي تأخير وأدعو الجميع وعلى رأسهم مجلسكم الموقر وكذلك الأحزاب السياسية والأطراف الاجتماعية والإعلامية وكل مكونات المجتمع المدني لتحمل مسؤولياتها التاريخية في أي تباطؤ. وعلى المسار المقابل كانت ثمة فصائل من المعارضة أخلت مقاعدها وقاطعت جلسة التأسيسي لأنها لا تريد أن يتحول هذا اليوم إلى ما يشبه الاستعراض لإنجازات الحكومة في الوقت الذي تقول فيه إن الشعب لا يزال ينتظر الإنجازات الفعلية على أرض الواقع. احنا نعتبر اللي ما تنجمش تكون الجلسة الصباحية هذه لتمرير خريطة طريق إنعزالية تمثل ثلاثة أحزاب في الحكم في وقت اللي موجودة في تونس الظروف والشروط والاستعداد لخريطة طريق وطنية توافقية واسعة. ثم نحن سنلتحق بالمجلس، هذا واجبنا، لذلك انتخبنا. إحياء الذكرى اختلف خارج قبة المجلس، موالون للحكومة جاءوا لمؤازرة جهودها والاحتفال ولتوجيه جام غضبهم على تسلل من يسمونهم فلول التجمع الدستوري المنحل عبر بوابات أحزاب أخرى، بينما استغل المعارضون الفرصة لإيصال صوتهم ومطالبة الحكومة بالرحيل لإخفاقها في تحقيق أهداف الثورة كما يقولون. وعود ومقاطعة، احتفال واحتجاج، تلك هي أبرز ملامح إحياء الذكرى الأولى لأول انتخابات ديمقراطية في تاريخ تونس كما توصف، ويبقى الأمل في الاتفاق حول الاستحقاقات الكبرى لنزع فتيل التوتر كما يردد أكثر من طرف سياسي هنا. لطفي حجي، الجزيرة، تونس. ومن تونس معنا سيد محمد المحمدي رئيس الكتلة الديمقراطية المعارضة. سيد محمد، يفترض في كل الأمم أن تكون هناك مناسبات تسمو فيها المعارضة عن الخلافات الحزبية الضيقة، بأي منطق قطع المعارضون للحكومة والترويكا الحاكمة في تونس احتفال اليوم بذكرى أول انتخابات حرة في تاريخ تونس بعد الثورة؟ أولا السلام عليكم. أولا محمد الحامد، ليس محمد المحمدي، أهلا بك. نحن طبعا نشارك كل التونسيين إحياء الذكرى الأولى لأول انتخابات حرة وديمقراطية في البلد. يعني الموضوع خلاف ليس أهمية هذه الذكرى، فكلنا متفقون على أهميتها، لكن في الحقيقة الإجراء التي تم، يعني نحن نحتفل أو نحيي هذه الذكرى وسط سياق سياسي معروف فيه كثير من خيبات الحاضر ومخاوف المستقبل، ثم الإجراء الذي اعتمد في المجلس الوطني التأسيسي يحول هذه الذكرى ويختزلها في مهرجان خطابي للرؤساء الثلاثة الذين هم فعلا رؤساء مؤسسات شرعية، لكن رمزيتهم السياسية تحيل على الترويكا. يعني الاحتفال سيصبح كأن مهرجان خطابي للترويكا لكأنها تبتدأ حملتها الانتخابية بشكل مسبق أو بشكل مبكر. لذلك اعتبرنا أن هذه الأحادية التي تغيب تنوع التوجهات وتنوع التقييمات في المجلس الوطني التأسيسي تجعل من حضورنا وكأنه نوع من الديكور أو نوع من الكومبارس داخل هذا الاحتفال، لذلك اعتذرنا عن هذا الحضور وانسحبنا من هذه الجلسة. طيب، ما الذي تأخذونه تحديدا في هذه المرحلة من مسيرة التحول الديمقراطي في تونس على الترويكا الحاكمة؟ والله المؤاخذاتنا على الترويكا الحاكمة عديدة. يعني هو تقييمنا لسنة من هذه المرحلة التأسيسية منذ يعني تشكيل مجلس الوطني التأسيسي إلى الآن. على كل في كل حالات نحن نرى أن وضع البلد
يتسم بسمات عامة أهمها الوضع الاقتصادي الصعب والوضع الاجتماعي المحتقن والهزات الأمنية والتجاذب السياسي الحاد في غياب رؤية سياسية وطنية تحدد وتؤمن ما تبقى من المرحلة الانتقالية. نحن نؤاخذ الترويكا الفريق الحاكم على سلوكه الانفرادي غير التوافقي، على إهداره وإضاعته لفرص التوافق، وعلى الرسائل غير المطمئنة التي يوجهها لا لخصومه السياسيين من المعارضة وإنما يوجهها لعموم التونسيين من حيث ما نراه من منازع ومحاولات بصفة عامة فصل الدولة والسعي إلى حسم يعني لحظة المستقبل حسمها من الآن. بصفة عامة المآخذ التي تلاحظونها وتسوقونها على أداء الترويكا لا تخرج عن أي ملاحظات وانتقادات توجهها أي معارضة في العالم في أي ديمقراطية للكتلة الحاكمة. هل رأيتم أي معارضة في الديمقراطيات الراسخة والمستقرة تغادر المشهد السياسي بهذه الصورة احتجاجا على المسار السياسي للبلاد أو تظل في مقاعدها وتحاول التغيير بالأساليب والوسائل الديمقراطية ومن بينها صندوق الانتخابات بالطبع؟ هو على كل احنا مغادرتنا لهذه الجلسة نعتبرها شكل من أشكال التعبير الديمقراطي. نحن لم نقاطع أعمال المجلس الوطني التأسيسي وعدنا في الجلسة المسائية للقيام بدورنا في مناقشة توطئة الدستور، ثم نحن نقدر أن العلاقة بين المعارضة والحكومة تكتسي نوع من الخصوصية في هذه المرحلة التأسيسية، لأن في هذه المرحلة التأسيسية ما يؤسس سيكون يا إما سوابق حسنة سنبني عليها فعلا معناها مسار حسن ومسار معناها يؤمن البلد ويؤمن الحريات ويؤمن التداول السلمي على السلطة. طيب. ولو قدر الله معناها مورست نوع من السوابق السيئة فإنها سيكون لها انعكاس خطير على مستقبل البلد. طيب هل لاحت لكم أي بشائر لإيجابيات تحققت من خلال قراركم مقاطعة هذه الجلسة؟ والله هو على كل هو لفت نظر قد يكون فيه شيء من الحدة وشيء من الوضوح، لكن هو لفت نظر كمحاولات أيضا للفت نظر قمنا بها سابقا لكي يخفف الفريق الحاكم من مكابرته وتماديه في السلوك غير الوفاقي وتعاميه على صعوبات الحكم وأنه لا يمكن لأي فريق أن يحكم هذه الفترة الانتقالية بمفرده حتى ولو كان يستند على أغلبية انتخابية بسيطة. شكرا جزيلا للسيد محمد المحمدي رئيس الكتلة الديمقراطية المعارضة كان معنا من تونس. محمد الحامدي عفوا، شكرا جزيلا لك. من جهته قال المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية التونسية خلال جلسة استثنائية للمجلس التأسيسي احتفالا بالذكرى الأولى للانتخابات، قال إن مصلحة الوطن تقتضي وقف ما سماه تبادل إطلاق النار الإعلامي بين الأحزاب السياسية على حد قوله. إن مصلحة الوطن تقتضي في هذا الظرف الدقيق إعلان وقف إطلاق النار الإعلامية بين الأطراف السياسية، فالتخوين والشيطنة لأي طرف كان والتحريض والقدح في الأشخاص أكبر عوامل الاحتقان في بلدنا اليوم. وبالرغم من أن السجال السياسي إذا بقي في حدود معقولة هو جزء من اللعبة الديمقراطية، إلا أن تجاوز تلك الحدود قد يجعله مدخلا للعنف الجسدي. إن حادثة التطاوين وغيرها من الأحداث التي أريق فيها الدم التونسي بأيادي تونسية يجب أن يعلمنا عند أي حدود نتوقف جميعا. معنا من تونس السيد محمد بن نور المتحدث باسم حزب التكتل الديمقراطي المشارك في الائتلاف الحكومي. سيد محمد، كيف تعلقون على غياب بعض نواب أحزاب المعارضة من اجتماع أو جلسة المجلس التأسيسي اليوم؟ يعني هذا شكل من التعبير، احنا في ديمقراطية واختاروا هذا الشكل ليحتجوا على هذا الاحتفال. احنا في الحقيقة لم نعتبره احتفالا بل مناسبة لتقييم ما تم والاستعراض ما بقي من مهام لهذا المجلس التأسيسي حتى نكتمل الدستور ونشرع في الانتخابات. طيب. القادمة التي على ما أسفرت عملية التقييم هذه معناها ما حق التقييم، يعني احنا ما أنجز مسودة الدستور التي هي جاهزة واليوم
المجلس التأسيسي بدأ في مناقشة الدباجة، وهذا أمر معناها يدل على أنه العمل الذي أنجز هو عمل هام ومهم، ويعني النسق ولو أنه يبدو بطيئا لكنه حقق أشياء كثيرة. اليوم الأمن يعني تحسن على الفترة السابقة، الاقتصاد معناها تحرك، السياحة، الوضع الاجتماعي كذلك فيه تقدم، فيه معناها طيب يعني بعض المؤسسات مع الاتحاد العام التونسي للشغل، بعض مؤسسات التقييم العالمية كموديز على سبيل المثال لا تشارككم هذه الرؤية لتقييم الاقتصاد التونسي. أنا ضربت لك مثلا بالمآخذ التي تسوقها المعارضة وأنتم تسوقون مسألة التقدم والتطور في المجال الاقتصادي على سبيل الإنجازات التي تحققت في ظل الترويكا الحاكمة. والله الذي ينظر الأمور بموضوعية، احنا بعد ثورة ورغم الاحتقان ورغم الاعتصامات ورغم يعني في عدة أشياء، اليوم المستثمر حتى التونسي معناها يود أن تقف هذه الاعتصامات حتى يتشجع ويستثمر في الجهات التي الفقيرة والتي تركها النظام السابق في حالة يرثى لها. اليوم معناها عدة أمور معناها تحسنت، ومن يرى معناها برؤية غير موضوعية فإنه يقول كل شيء، يعني التطرف هو أن نقول طيب كل ثمت شيء سلبي، والتطرف سيد محمد هناك كل شيء إيجابي. هناك من يقيم المسار عقب ذهاب بن علي وحكوماته بأنه كانت هناك عقب التشكيلين اللذين أقيل للسيد محمد الغنوشي، التشكيلين الحكوميين، جاء تشكيل حكومة السبسي بوزراء تكنوقراط في كافة المجالات، حققوا شيء من التقدم أو على الأقل وضعوا تونس في المضمار السليم، لكن جاءت الحكومات التالية أو الحكومة التالية الخاصة بالترويكا لتعرقل هذا المسار وتأتي بأهل الثقة عوضا عن أهل الخبرة. كيف تنظر لهذا التقييم؟ هل هو صائب برأيك؟ لا، هذا أنا لا أشاطر هذا التقييم، لأنه في أثناء حكومة السيد قايد الباجي قايد السبسي مثلا كان الحوض المنجمي عاطل تماما، والمداخيل من الفوسفات كانت صفر. اليوم هذه الحكومة نجحت في المفاوضات مع النقابة فيما يخص إنتاج الفوسفات، والإنتاج الفوسفات يعني منذ 6 أو 7 أشهر بدأ يعطي النتائج والثمار لهذه، كذلك في عدة مجالات، يعني المفاوضات الاجتماعية مع الاتحاد الشغل ناجحة إلى حد الآن، وفيه توافق رغم بعض معناها الإضرابات وبعض معناها الأزمات الاجتماعية. اليوم في عدة مجالات في السياحة كما قلت لك، في المصانع بدأت تنتج، التصدير بدأ، لكن في صعوبات أكيد بعد ثورة. يعني من يحاسب هذه الحكومة بتطرف وبنظرة سلبية؟ يعني ما مش منصف، لكن زاد كذلك في تطرف ثاني أنه كل شيء إيجابي، وإحنا لم نقل هذا بتاتا. سيد محمد بن نور المتحدث باسم حزب التكتل الديمقراطي المشارك في الائتلاف الحكومي، شكرا جزيلا لك.